انا عايز اعرف الكراتين دي فيها ايه. يا رجب، محمود، عيسى، نزلوا كل الكراتين دي وفتشوا العربيات. يا محمد، خليك معاهم بسرعه، انا جاي. ماشي. وانت بقى يا سيدي ايه علاقتك بحسين بيه؟ ده معرفه قديمه يا فندم. معرفه قديمه؟ طب انا يا سيدي ليه عنده خدمه صغيره قد كده اهو، رغم اني عارف انه اتم وما بيخدمش حد، تقدر تساعدني فيها؟ يا فندم العفو، اعتبرها قضيت خلاص. انا لو مش هساعد سعادتك طب هساعد مين؟ ظبطنا بضاعه متهربه يا ريس. متسوسه والله. بضاعه متهربه؟ متسوسه طبعا. هجيب انا ليه بضاعه متهربه؟ لا اله الا الله، بضاعه متهربه يا محمد. في ايه؟ بقول لك في بضاعه متهربه. يا استاذ استنى، ايه ده حضرتك؟ مش بضاعتك انت يا اخي؟ حرام حرام عليك، سيبت ركبي افتكرتها بضاعتنا. اهدوا يا اساتذه، البضاعه المتهربه دي في العربية دي مش في عربيتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بحسب حضرتك بتتكلم على عربي، على عربيتنا إحنا. لا يا سيد، اسمع، أنا عايزك تعمل محضر بالواقعة وتحرز البضاعة المتهربة، فاهم؟ وتخلص حاجة الأستاذ. يا سيدي بارك الله فيك، ربنا يكرمك. الحكاية دي بقى بتبقى عقوبتها إيه يا أستاذ خالد؟ بيدفع جمرك البضاعة المتهربة وعليها الغرامة. يعني ما فيهاش حبس؟ ساعات بيبقى فيها حبس. النيابة هي اللي تقرر. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل محضر بالواقعة ونبعته النيابة، والنيابة هي اللي بتتصرف معاهم. لا بص 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 بص، بيدس الحاجة ازاي ده حطنا في الباب من جوه بيه. يا استاذ احنا ساعات بنلاقيها مدسوسة في سقف العربية كمان. لا اله الا الله، ما هو لو البني ادم يستغل عقله في الخير عمرنا ما كنا هنبقى كده ابدا. والله عندك حق، عشان كده احنا هنضطر نفك بيبان عربيتكم انتوا كمان. لا سعادتك، فك البيبان، فك السقف، ده انا ركبي ثابت. شوف يا استاذ احمد، البضاعه دي بالميت هتدفعوا عليها 4000 جنيه. كتير قوي يا استاذ خالد. ما انا جاي لكم في الكلام اهو. والله لولا ان البضاعه دي لوجه الله وانكم من طرف الاستاذ حسين انا كنت دفعتكم اكتر من 6000 جنيه. انا بقى هخليها 3 بس. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. بس مش ممكن يعني عشان خاطرنا تخليهم 2 و200 جنيه كمان إكرامية يعني للعمال اللي تعبوا وفتشوا العربية؟ رشوة يعني يا أستاذ ولا إيه؟ رشوة إيه سعادتك؟ مين اللي جاب سيرة رشوة؟ ما قلتش رشوة خالص، أنا قلت إكرامية للناس اللي تعبوا بس يعني. وبعدين عشان خاطر سعادتك تعرف إن نيتي سليمة وعشان الكلمة اللي حضرتك قلتها أنا هدفع ال 3000 جنيه اللي أنت قلت عليه، وبرضه هدفع عليهم ال 200 جنيه رشوة. إكرامية. كتير قوي 3000 جنيه يا احمد. لا معلش 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 يا محمد، عشان يطمئن قلب الاستاذ. خلاص انا هخليهم 2.5 ده غير الاكراميه. وليك عليا، موضوع الاكراميه ده محدش يعرف عنه حاجه خالص، هيبقى بيني وبينك لا ناس تفهم غلط لا سمح الله، وان شاء الله تبقى معرفه. يلا 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 تعال انت، انت روح على العربيه هناك اقعد واحنا نروح نحاسب ونيجي. تمام تعال معايا تعال معايا. يلا 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 بسرعه محمد، خلينا نخلص الله يبارك لك. ايدك بايدي. ايه ده يا احمد ده؟ يلا زي ما انت شايف كل كنب العربيات معمول فيه كده. يا نهار اسود، احنا كان ممكن نروح في داهيه. لو انت صدق كان ممكن نروح في داهيه فعلا لو دفعنا كل الجمارك دي اكتر من ثمنها. بس كان لازم تقول لي يا احمد. كنت هتخاف وترتبك ويبان عليك. انت اصلا لو كنت قلت لي ما كنتش هوافق. عشان كده ما قلتلكش. وبعدين لو انت فاكر ان انا بحب التهريب وغوي يعني، انا عملت كده انقاذ موقف. طب والسواقين دول افرض حد فيهم كان بلغ عنا؟ لا اطمن، حامد مامن كل حاجه ما تقلقش. حامد وهو اللي قال لهم يحشوا الهدوم كده في الكراسي؟ ابدا، دول كانوا عايزين يحطوها في البيبان زي العربيه اللي اتقفشت، بس انا قلت لهم لا حطوها في الكراسي عشان كده بيتنا بورسعيد. يا نهار اسود، كان ممكن نروح النيابه. لا عمرنا ما نروح النيابه ان شاء الله. ليه ان شاء الله؟ على راسنا ريشه؟ لا هي لسه الريشه ما اتحطتش على راسنا يا ابو حميد، بس علشان كل حاجه باسم حبشي يعني احنا مالناش دعوه، وهو لو لا قدر الله اتمسك احنا هنعرف نقف جنبه، بس لو احنا اتمسكنا مين هيقف جنبنا؟ ايوه بس انت كده تبقى بتغامر بيه. ويعني جوز اختينا نغامر احنا بيه شويه، هو يغامر معانا شويه، ويفوز باللذات كل مغامر. يلا بقى يا جدع انت بقى مش ناقصه. ايه رايك يا سميحه؟ عروسه ايه؟ واحلى عروسه كمان. كمان ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا.
يبقى هنثبت على كده وما يبقاش ناقصك غير حاجه واحده بس. ايه هي يا بدريه؟ لا دي هديه مني ليكي بقى، استني لما اجيبها من الاوضه. هتكون ايه هي الحاجه اللي ناقصه ومشغوله عليها قوي كده دلوقتي لما تيجي تعرفي؟ بقولك ايه يا مديح؟ ايه حبشي ده طلع بيفهم. اشمعنى؟ عشان اختارك زوجه وعروسه، اصلا ما يقدرش الجمال غير اللي بيفهم، وشكلها كده قصه حب قديمه. طب تصدقي بالله؟ لا اله الا الله، اهو حبشي ده اخر واحد في الدنيا دي كلها كنت افكر احبه او اتجوزه. قال على راي المثل البعيد قريب، والبعيد طلع بيفهم. والله ما حد بيفهم الا انت يا سميحه. انت عارفه انا ما كنتش اتخيل ان واحد زي حبشي ده بيعرف يحب اصلا، بس انا بحمد ربنا ان انا عرفت الحب على ايد واحد طيب وابن حلال زي حبشي ده. ايه الشعر ده كله؟ كده بقى تبقى عروسه كامله متكامله من مجاميعه، ما ينقصكيش غير الدفع. ربنا يخليكي ليا. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك. مبروك. ربنا يخليكوا ليا. احمد توفيق اذا وعد اوفى، واذا اوكلت اليه مهمه كان جديرا بها. انت بتتكلم كده زي ما تكون عملتي لي حاجه ما كانش المفروض تعملها لي. ده واجب عليك يا استاذ احمد. لا ما بحبش حد يقول لي استاذ. حاف كده حلو. اتفضل يا احمد. حاف بلاش تتفرد قوي وتشوف نفسك عليا، لاني دي مشكله انت اللي عملتها وانت اللي كان لازم تحلها. والحمد لله اديني حلتها الحمد لله رب العالمين. بس الحق يتقال، السيد الوالد كان له دخل كبير قوي في حلها. تعرف انا كنت متاكده انك رايح علشان الموضوع ده. تعرفي انا ما جبتلوش سيره عن حضرتك ولا كانك موجوده في الحكايه خالص. طيب دلوقتي انا خلصت النص اللي عليا في الاتفاق، وفضل النص اللي عليكي اللي هو انك تبيعي البضاعه ولو سمحتي. خدي بالك فلوسي تجيلي في خلال شهر مش بعد شهر. بس خلي بالك قبل الفلوس ما تجيلك هخصم الاول مخصصات الاتحاد والباقي هبعتهولك. ليه تبعتيه؟ لا اله الا الله يا ستي، انا اجي اخده اهي فرصه اشوف حضرتك واسمع الفاظك اللاذعه وطريقتك في الحوار المحببه الى النفس. الله، اعتبر بقى انك بتعاكسني يا اخ احمد. اولا انا ما بحبش حد يقول لي اخ، وبعدين ده في الحقيقه اطراء، انما انت لو حبيتي تعتبري معاكسه يا دي بقى. انا ايه الكلام الفاضي ده؟ انا ما بحبش الكلام ده. خلينا في موضوعنا، عايز اعرف تكلفه الهدوم كام. محمد دلوقتي قاعد بيسعر، ان شاء الله كلها سعر جدنا بيها بالاسعار والعدد كمان. ما تقلقيش، بس احتمال يعني يبقى في ان شاء الله شويه اسعار مضافه، ده لاننا خدنا كل البضاعه من غير اي اعفاء جمركي. بس خلي بالك لازم السعر يكون في متناول الطلبه والا هتبقى مشكله. والله العظيم ما هيبقى في مشاكل خالص، ولو ان شاء الله البضاعه كان فيها مشكله او الاسعار فيها مشكله حضرتك هتدعي لي نيجي نقعد شويه ونحل المشاكل. انا بقى ما بحبش الكلمه دي ابدا، لاني عمري ما بسمعها الا لما لازم تبقى في مشكله. لا ده مع اي حد تاني الا احمد توفيق. اما نشوف يا استاذ احمد. وبلاش استاذ احمد. القف عريس وتعالى معايا. على فين؟ على سعيد الترزي. ليه؟ ما تفتح اللفه وانت تعرف ليه؟ يعني افتحها؟ جرايه حبشي، امال اجيبها لك ليه؟ افتحها حبيبي افتحها. الله، ده حته قماش مهير. ايه؟ فله. انت ناسي انت عريس ولازم تبقى اشيك عريس جنب احلى عروسه. ايوه بس كتر خيرك يا فتحي، الحمد لله محمد واحمد جابوا لي حته دين بدله من بورسعيد عسل. يا عم زياده الخير خيرين، خلي بدله بورسعيد دي لخروجك لمقابلاتك، اما بدله العريس لازم تتفصل طبعا عشان يعني لا مؤاخذه تداري اي عيوب، مع اني ما شاء الله يعني انت ما فاكش عيب يا حبشي. ما انا عارف، بس انت يعني انا بقول لك يعني الظروف اللي احنا فيها دي مش عايزين تكاليف، يعني لازم نوفر. جرى لك يا جدع، انا بعمل معاك واجب. وبعدين انت بتتكلم كتير كده ليه؟ معلش يا فتحي، علشان انا عندي ميعاد دلوقتي مع الحاج شويه مشاوير كده هنعملهم قبل الفرح. مش المشوار بتاع بلح بتاع الفراشه؟ يا عم ما تقلقش، انا اتفقت لك على كل شيء، فراشه وكراسي وجاتو وبسطه وكل لوازم الفرح، وباسمك كمان يا حبشي. ايه الدلع ده كله؟ بس بقول لك ايه يا حبشي، اوعى تكون فاكر ان انا بدلعك عشان سواد عيونك ولا عشان طلعتك البهيه. انا بدلعك يا حبشي عشان انت هتبقى جوز اختي حبيبتي الوحيده، اللي لو عرفت في يوم من الايام انك زعلتها او دوست لها على طرف هزعلك يا حبشي. محمد انت ادم. محمد ما بالراحه يا حاج، هو في الشارع التاني. ها يا حاج. ايوه انزل شوف لي المخفي ده راح فين. جرى ايه يا حاج؟ ده بقى جوز بنتك، مش تراعي شعور البت. ماشي يا اختي، انزل شوف لي الاستاذ حبشي راح فين، ولا هو خليني اخد له مواعيد مع الناس وهو يخلع. مصيبه لا يكون فاكر ان انا هقوم له الفرح كمان. يا حاج مش حبشي برضه اللي يطمع كده؟ امال حبشي اللي يعمل ايه بالظبط يا سيدي؟ والله يا حاج اللي انا اعرفه ان حبشي عامل حسابه كويس قوي. عامل حسابه ازاي يعني؟ بقاله 12 سنه بيحوش للجوازه دي،
وتحويشه محترمه كمان، يعرف يدفع منها مهر ويجهز ويعيش مراته مش محتاجه حاجه. وهو اللي قال لك على حكايه التحويشه دي؟ اه هو اللي قال لي طبعا. وقال لك ايه تاني؟ ما قالش حاجه تاني يا حاج. اتفضلي يا عروسه، اتفضلي نورتي بيتي. الف مبروك يا مديحه. الله يبارك فيك يا حبش. الله، ايوه كده ايوه كده. تعرفي يا مديحه، انا عايز اقول لك على حاجه. زمان في المدرسه كان زمايلي اول ما اقول لهم انا اسمي حبشي فضلوا يتريقوا ويضحكوا عليا. نفسي اشوفهم دلوقتي عشان اجيبهم يسمعوا حبشي طالعه من بقك ازاي. احلى واجمل اسم في الدنيا. انا عارف على فكره، انا حاسس كده ان برضه ما كانش عاجبك اسم حبشي. لا يعني خالص مش القصد يعني. لا لا ولا قصده حاجه، عادي عادي. انا عن نفسي لما كانوا يقولوا لي حبشي كنت اعمل نفسي مش سامع، مش طايق اسمي. طب انا بندهك بيه من يوم ما دخلت بيتي. لا زمان كان حاجه تانية خالص. ليه بقى دلوقتي حبشي جوز مديحه؟ الدنيا اتغيرت. طب هو ايه اللي بعد حبش؟ حبش البندري فوق ده. شفتي هديكي ضحكت اهو. لا بجد، ممكن اسالك سؤال؟ اوعي تساليني عن اسم امي. لا خالص، يعني انا ما اعرفش عنك حاجه خالص يا حبش. ما اعرفش غير اني بقيت مراتك وبس. يعني عمري ما شفت لك لا اهل ولا قرايب ولا اخوات ولا حتى حد معرفه قديم. ياه، انا دلوقتي بس النهارده بس حسيت ان انا اتجوزت. ليه بقى يا حبش؟ عشان يعني بدات تخش حياتي. انا اسفه، مش قصدي، يعني لو انت مش عايزني ادخل في حياتك انا مش هتدخل خالص. لا خليك هنا، ما تخرجيش، خش حياتي زي ما انت عاوزاها. انا زمان ما كانش ليا اي لازمه، كنت حاجه كده تافهه، مفيش حد لا بيسال عني ولا بيطبطب عليا ولا اي حاجه من الدنيا دي كلها. انا هقول لك يا ستي، انا زمان وانا صغير كان عندي تقريبا بتاع 11 سنه كده، كنت رايح انا وامي وابويا نحضر فرح ناس قرايبنا في بنها، راكبين عربيه كارو شايلين العفش بنزف يعني العروسه، العربيه كارو بالحمار لبست في الترعه، لقيت ابويا وامي كلهم بيبقللوا تحت وانا بدور عليهم مش لاقي احد. خلاص يا حبش، متعيش حبشي، خلاص حبشي حبيبي النهارده فرحنا. طيب الف مبروك يا مديحه، تعال نتعشى.
معلش يا جماعه، ثانيه واحده ثانيه واحده. اسف يعني، بس ليه خليتيهم يسكتوا؟ علشان اسمعك. طب ده انا اللي جبنا لحد هنا وداني. انا عندي اقتراح بعد اذنك طبعا، خليهم يكملوا واحنا نكمل كلامنا، انا مش عايز اعطلكم. انت اللي بتقول كده بأمارة الحفله اللي لغيتوها لنا. والله العظيم امركم غريب جدا. بعدين بقى، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اطلب الخير من حسان الوجوه. وانا شايف يعني ان حضرتك فيك الخير كله ومن حسان الوجوه. انا مش مصدقه والله ان اللي بيقول الكلام ده واحد من الجماعه اللي مربيه دقنها. وعلى كده بقى انتوا بتسمعوا مزيكا؟ انا بسمع مزيكا. وانت ايه وهم ايه؟ ما انت محسوب عليهم. لا ازاي بقى، ده اسمه كلام بذمتك؟ محسوب على مين؟ ده انا مزيكاتي من وانا عيل صغير. لا، واحتمال على فكره حبي للمزيكا هو اللي خلاني اخلص مشكله المسرح من غير اشتباكات. احتمال كمان حبي للمزيكا هو اللي جابني هنا اتطفل على حضرتك عشان نتكلم، وانا عارف انك عارفه اننا مش هنختلف. لا مش عارفه. مش احنا اتضح ان خلفيتنا موسيقيه واحده اهو. انت جاي تضحك عليا ولا انت فاكرني عبيط؟ ليه بس كده؟ حاشا لله. لا طبعا، انا كل الحكايه اني عايز اقولك ان انا بحب الفن جدا، يعني ما عنديش اي مانع، بس في اولويات في الحياه. سبتها لكم يا ستي. ما تقوليش كده، ليه بتقولي كده؟ الله، انا خايف عليكي، انا معاكي مش ضدك، بالعكس. انت فكرتيني بمثل كانت بتقوله امي: اذا كانك الغصب اعمله بجميله. بمعنى ايه بقى؟ اذا كنت هتعملي حاجه غصب عنك يا امل اعمليها بمزاجك، انت فاهمه؟ ده تهديد بقى. حضرتك جاي لحد هنا عشان تهددني؟ طبعا جاي عشان اهددك، بس يعني تقدري تقولي كده تهديد لمصلحتك مش ضدك. درء المخاطر مقدم على جلب المنافع. اللي انا عملته ده كنت ببعد عنك وعن زمايلك خطر كبير جدا، مهما كانت المنافع اللي انت متصوراها من ورا الحفلات. اوعى تفتكر اني ممكن اصدق انك خايف عليا او على الطلبه. انت زيك زيهم، ما يهمكوش غير انكم تثبتوا وجودكم وتعملوا اللي انتوا عاوزينه بس، وواخدين الدين ده عبايه بتداروا بيها عقدكم. صدقني مش هرد عليك يا امل، بس انا متهيألي ان الرساله وصلت. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. لازم تعرفي ان الجماعه انياب، ممكن تغدى اي حد واولهم انت. انتوا فاكرينها سايبه؟ دي بلد يا استاذ، لا وكر ولا مغاره عشان تعملوا فيها اللي انتوا عاوزينه. يا بنت ابني مالك عصبيه كده ليه؟ الله، اهدى لحد ما العاصفه تعدي وبعدين اعملي اللي انت عايزاه. عمال تتفرج عليها يعني، ما تيجي تساعدني؟ لا ما انت تمام اهو، بسم الله ما شاء الله، خلصت شنطتين. قول لي، انا مش سامع صوت بدريه يعني. عند امها يا سيدي، حضنا الواد خالد وهاتك يا عياط. ليه ماله خالد؟ جده ماسك فيه. وايه ناويين تسيبوه ولا ايه؟ اه. طب والله احسن حاجه عملها جده. يا اخي سيب الواد يتدلع يومين ويخلص منك انت وبدريه. جرالك ايه يا احمد؟ راعي اللي انا اخوك كبير. يا عم اخويا الكبير وعلى راسي من فوق. انا هنزل احضرك العربيه لحد ما تيجي ورايا. طب خد الشنطه دي معاك. على عيني. اسمع اسمع، اقفل الباب اقفل الباب بس. خير؟ عملت ايه في موضوع الشقه يا اخي؟ خطيت والله العظيم. هي علبه حلويات هتاخدها معاك وانت مسافر، ما تقلقش. ما قلقش؟ ده 5000. 5000 ريال يا احمد. استنى، رايحين على فين؟ انا هسبقك على البيت يا حاج. الدكتور امر يا حاج، لو عايزنا نعمل حاجه نعملها لك. احنا مش متفقين نتعشى سوا النهارده؟ لا اله الا الله، ما انت اللي رفضت العزومه. كنت هتعزمني فين يا خايف؟ افخم كبابجي فيك يا مصر. لا معلش، انا اللي عازمكوا على العشاء النهارده. فين يا حاج؟ لا كبابجي ولا بيت، انا عازمكوا هنا على السمين هنا. ايوه بس بيني وبينك يا حاج، دي ما تبقاش عزومه. امال تبقى ايه؟ لا يعني العزومه هتبقى عزومه على ايدك مش طايله. اه عندك حق يا سيد الدكتور، ما انتوا خلاص ايديكوا طالت وعرفتوا سكه الكباب، معقوله هتاكلوا سمين؟ بس انا مش عازمكم من باب العزومه، لا ده انا عايز ادوقكم طعم السمين. لسه هندوق يا حاج، ما احنا حافظينه. معلش يا محمد، عايز افكركم بيه، عايز افكركم ان السمين ده هو اللي خلاكم رجاله، هو اللي اكلكم وشربكم ولبسكم ودخلكم مدارس. ايه مالكم بتبصوا لبعض كده ليه؟ مش عاجبكم كلامي؟ لا اله الا الله يابا، هو حد نطق؟ طب خلاص قفلوا البيبان، تعالوا اقعدوا معايا شويه عشان محتاجكم في كلمتين، لان الكلام اللي بجد لسه ما اتقالش. ايه
الكلام اللي بجد وما تقلش وقفل من الباب؟ ايه الحكايه؟ مديحه. مالها مديحه؟ الحمد لله رب العالمين اتجوزت، ما بقاش ناقص غير اننا ندعي لها. ندعي لها مش نخرب عليها. الله، ايه الكلام ده يا حاج؟ احنا هنخرب علاقتنا برضو؟ حبشي استقال من شغله ليه؟ ليه يا حاج؟ حبشي ساب شغله ليه يا دكتور؟ ما تساله، اساله يا حاج. انا سالته وقال ايه؟ قال ان انتوا اللي شرطوا عليه بالشورة دي، وقال لي ايه؟ هتشغلوه معاكم احنا يا حاج. بس محمد، ايوه يا حاج، هو هيستقيل من شغله وان شاء الله هيشتغل معانا. الله الله الله، انتوا نويتوا تفتحوا شركة كهرباء كمان؟ يا حاج توفيق، طب انت هتزعل ولا تتضايق ان ولادك فتحوا شركه والقرش جري في ايديهم؟ القرش الحلال يا سيد الدكتور. طبعا يا ابويا الحلال. بأمرتي الحلال ده اللي يبقى في النور، وانتوا شغالين في الضلمه. اعوذ بالله يا حاج، ليه بس كده؟ لا الحمد لله شغالين في النور. خلاص، يبقى انتوا ولاد اب تاني غيري يعرف عنكم اللي انا ما اعرفهوش. ليه بس بتقول الكلام ده يا حاج؟ لما ابوكوا ما اعرفش عنكم ايها حاجه، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى بتخونوه او خايفين على فلوسكم منه. ابوكوا اللي انتوا محسوبين عليه ولاده، ابوكوا اللي انتوا شايلين اسمه جايين في الاخر تستغفلوه، يبقى انتوا ولاد حلال انتوا، ولا شغالين في الحلال اصلا؟ يابا احنا الحمد لله ولاد حلال وشغالين في الحلال والدنيا زي الفل. حلال ايه ده اللي ابوكوا معرفش عنه ايها حاجه؟ ما انتوا طول عمركوا كده شغالين في الضلمه. فلوس محي بتاعت البيت كانت شغلانه في النور، مشاوير بورسعيد اللي انتوا واخدينها قياسه شغلانه في النور، ويا ترى دلوقتي بتشتغلوا ايه في الضلمه تاني يا ولاد توفيق؟ وساحبين جوز اختكم وراكوا ليه؟ ساحبينه من قفاه معاكوا ليه؟ ما تسيبوه في حاله، ده ما حطوش اللضا يا ناس. يا حاج ما هو يا عيني فضل عمره كله شغال، يا دوب عمل قرشين دفعهم مهر، لازم نشغله بقى يعمل له قرش. امال قصدك ايه يا ادهم حمد؟ قصدك ايه بالظبط؟ قصدك ان انا ضربت مهر اختك في جيبي ولا ايه؟ لا والله يا حاج مش ده قصدي خالص. قصدك ولا مش قصدك؟ لازم تعرف انت وهو ان مهر مديح اختكوا ما انضربش في جيبي، وعشان يبقى كله على نور انا عامل حسابي وحاسبت لكم. اتفضلوا. ايه ده؟ ده دفتر توفير اختكوا مديحه. شوفوا فيه ايه؟ كل الفلوس اللي خدتها من حبشي موجوده هنا. مش انا اللي اعمل كده وتيجوا في الاخر تخونوني؟ ما اصل ما يخونش غير الخاين. بعدين بقى يا حاج انت كده بهدلتنا على الاخر، والله ما نستاهل منك كده. ولا نستاهل منكم كده. خلاص لحد كده وخلص الكلام. عندك حق يا حاج، وحقك على راسنا من فوق، وانا بوعدك اهو قبل احمد ما احناش هنخبي عليك حاجه تاني خالص. بس بشرط يا حاج. انت ايه؟ عايز تتشرط على ابوك يا واد؟ وحياة ابوك يا حاج ما توكلنا سمين، اعزمنا على كباب. ولاد الحلال صحيح هم اللي يعزموا ابوهم، مش ابوهم هو اللي يعزمهم. في المرة القادمة لن يكون الحوار معك بالكلام. هذا انذاري الاخير. طب نزل ايدك طيب. وبعدين انت مالك يا اخي؟ زميلتي واقف معاها. شأنك ايه في الموضوع؟ انني اطبق شرع الله. لا. شرع الله تطبقه لما اكون مختلي بيها. انما انا واقف معاها دلوقتي قدامكم كلكم وقدام الجامعه، يعني انت ما تتكلمش معايا خالص. وبعدين انت مين عشان تطبق شرع الله؟ زي ما انت مسلم احنا كمان مسلمين وما بنعملش حاجه غلط. لا ترفعي صوتك فهو عوره، ويكفي ما بيكي من عورات. انا ما اسمحلكش تكلمني كده، ده انا ابويا بيكلمنيش كده. احنا اسفين يا اخت حنان، حصل خير ان شاء الله. اخت هذه سافره. اهدى يا ابراهيم اهدى. واخدنا على فين يا اخي؟ ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. يا ابراهيم اللي انت بتعمله ده ممكن يخلق ما بيننا وما بينهم عداوه، وده شيء غير مستحب. امال هيعملوا ايه بقى لما يعرفوا ان احنا نفصل ما بين الطلبه والطالبات في المدرجات؟ ايه ده؟ انت ناوي تعمل كده؟ ايوه، وهنحاول نقنعهم بالزور، اذا رفضوا هنستخدم القوه. لا اسمح لي يا اخ ابراهيم، اي محاوله لاستخدام القوه تقدر تعتبرني ان انا مش معاكم. لسنا في حاجه الى من لا يحتاجنا، والى من لا يقتنع بتطبيق شرع الله بالطريقه التي يراها اولي الامر. ايه بس رايح فين رايح فين رايح فين؟ مالك؟ انا اول مره اسمع صوتكم عالي كده. واخر مره ان شاء الله. الاخ عمر علاقته بينا انتهت. ليه يا سيدي؟ ايه اللي حصل؟ عن اذنك يا اخ احمد. رايح فين يا عمر؟ ما تشغلش بالك بيه. المهم يا اخ احمد، عملت ايه مع السافره بتاعت اللجنه الفنيه؟ تمام الحمد لله، اتناقشت معاها وتقريبا اقتنعت بنص الكلام اللي انا قلته. وماذا عن النصف الثاني؟ ان شاء الله سالحق بالنصف الاول بعد كده. مش هتسمع تاني عن حفلة فنية مقامة أبدا. يا أهلا وسهلا. إيه يا محمد عزيز يا جيل؟ وحشتيني يا ست جينا. أنتوا كمان وحشتوني، إيه ده كله بس يا أحمد؟ كله إيه؟
دي حاجات للتلاجة، شوية رز شوية حاجات وكده. من يد ما نعدمهاش. الله يكرمك. امال حبشي فين؟ حبشي بيستحمى. يشربوا ايه؟ ولا اقول لكم تتعشوا؟ والله فكرة حلوة قوي، بس يعني ده اعتمد في حاجة جاهزة ولا هتحضري؟ ولو مش جاهز يجهز من عينيا الاثنين. فاكرة يا بنت البتنجان اللي كنت بتسقطيه في الطماطم ده وشوية فلفل حراق يا حبيبي من عينيا الاثنين هقوم اجهز لك كل اللي انت عايزه. وانت يا محمد تاكل ايه يا حبيبي؟ لا انا استنى حبشي. حبشي تقلع، هقوم انا بقى عشان احضر العشاء. عشاء ايه بالبامبي اللي انت لابساه ده اللي هياخد منك حته؟ هتشي بقى اخواتي بره بس حتى اخواتي هيقطعوه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ مالكوا في ايه؟ انت قلت ايه للحاج توفيق؟ قلت له ايه عن ايه يعني؟ عن الشغل. شغل؟ شغل ايه؟ الشغل اللي انت سبته والشغل اللي انت رايح له. مفيش، هي الحاجه كانت بتدعي المديحه، قلت لها روح يا بنت ربنا يكرمك ويفتح عليكي. افتكرتني الحاجه في الدعوه، قالت روح انت كمان يا حبش ربنا يفتح عليك من واسع. قلت لها لا الحمد لله يا حاجه، انا خلاص ربنا كرمني وسبت الميري. ابوك بقى لقط الموضوع ده، فضل ويقررني. وقررت لحد فين؟ مش كتير يعني. ايه؟ مش كتير يعني. ايوه ما انا بقول لك لحد فين يعني. لغايه بورسعيد ونزلته. ايوه قلت له ايه بقى عن بورسعيد؟ اكيد قال له كل حاجه، اشتغلنا بكام وازاي وفين وانت مش عارف حبشي. يا نهار اسوخ، انا اقول له بكام؟ ما تستعبطش عليا يا حبشي. احمد انا عمري ما كنت بستعبط ولا ملوق عليك طول عمري. يا راجل. يا راجل ايه بس؟ ما انا قايل لك على موضوع المهر اللي كده ابوك مني. ايوه ايوه ايوه، بس ما قلتلناش ان المهر ده 2000 جنيه. تحوشت العمر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت محوش 2000 جنيه يا حبشي؟ مش ال 2000 جنيه كلهم، انا كان معايا 800 جنيه، بس لما ورثت من امي الله يرحمها في البيت بتاعها وبعته 1200 جنيه، بقوا 2000 جنيه، وده مش كتير ابدا على مديحة تستاهل رقبتي، بس انتوا عارفين انا مقطوع من شجرة، ما حليتيش حد في الدنيا، وانتوا اهلي وناسي وتخافوا عليا، ومش ممكن ابدا في يوم من الايام انكم تضروني. بس انت ضرتنا يا حبشي. خلاص، اذا كنت ضرتكم يبقى خلاص فعلا. خلاص ايه بقى؟ مش هفتح بقي تاني، هكرس خالص. يا سلام، ده اذا كنت هتشتغل معانا تاني يا حبش. يعني ايه؟ انت عارف ان انا خلاص استقلت من شغل بيت عامل زي العداد الواقف. خلاص دور بقى على اللي شغاله. يا نهار اسود، طب ليه؟ عايز تشتغل معانا يا حبشي؟ مفيش قدامي غير كده. يبقى مفيش غير حل واحد، انك تشاركنا براس المال. ولا حلت حاجه؟ ما انت عارف سكتهم اتهرسوا في لحمة الراس خلاص. لا ما هم رجعوا تاني يا حبشي. ازاي؟ بص بقى يا سيدي، الحاج توفيق الله يكرمه خد منك الـ2000 جنيه وراح البنك وعمل دفتر توفير للست مديحة. سعادتك ان شاء الله هتروح للست مديحة وتقول لها انا محتاج الـ2000 جنيه عشان ادخل مع اخواتك براس المال. مديحة هتروح تقول لابوها، ابوها مش هرفض لها الطلب. قلت ايه؟ طبعا اقول ايه؟ ده كلام جميل. لما الاقي اب بيخاف على اولاده وبنته بالطريقة دي، انا يشرفني فعلا ان انا احط ايدي في ايديكم، وخصوصا لما تكونوا امناء على ثروتي ومالي. همشيها لك انها ثروتك ومالك، بس هي في الحقيقه ثروه ومال مديحه اختنا. امل احنا لازم على فكره. الحقونا يا جماعه، في مصيبه جوه. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ يا نهار اسود، ايه اللي حصل ده؟ ده كسروا العيال كلها يا امل. الضرب طايم وجابوا عليها وضيها. كسروا الدين وكسروا كل حاجه. باين علينا احنا بعد كده. هما شكلهم كده بقى هيفكروا ان احنا كمان ممكن يموتونا بالمره. اعمل ايه دلوقتي؟ البيانو ده بتاع جدي وما كانش موافق اصلا ان انا اجيبه هنا. قلت لك بلاش تجيبيه. بيانو يا امل اللي انت بتتكلمي فيه؟ امل احنا في مصيبه، في كارثه، وانت مش حاسه بحاجه. ما انت لو تعرف قيمه البيانو ده ما كنتش اتكلمت كده. لا يا حنان عادل معاها حق، الموضوع بقى اكبر من البيانو بكتير، ولازم ناخد اجراء دلوقتي حالا. اكيد بتوع الجماعه الاسلاميه هم اللي عملوا كده. انا هروح ابلغ مكتب العميد والامن بتاع الجامعه. لازم نعمل محضر رسمي في اسم البوليس، الموضوع بقى اكبر من العميد ومن الجامعه كلها. امل انت عارفه ان احنا ما معناش اي دليل يثبت ان الجماعه ليها يد في اللي حصل ده، ومحدش تاني ممكن يكون عمل كده. لا الكلام ده بينا وبين بعض، انما احنا ولا معنا دليل ولا شهود ولا اثباتات للكلام اللي حصل ده. انا عندي دليل وكلكم كنتوا شهود عليه. شهود على ايه؟ على ان احمد توفيق جال حد عندي وهددني، واظن كلكم شفتوه. ايوه صح انا شفته. هددني وقالها لي بصراحه، انا بهددك. خلاص يبقى نتهم احمد توفيق، واكيد هنلاقي بصماته على الالات اللي متكسره دي. الاهم من بصماته عم شناوي، شافه وهو واقف معايا وسمعه وهو بيزعق لي. انا هوديه في 60 داهيه.